أكيد كنت كان في دماغك تصور لشعبية الزمالك في مصر، لجماهيرية الزمالك. شفت مساندة جمهور الزمالك في المدرجات إزاي؟ شفت الناس داعمة للزمالك بشكل إزاي؟ كنت أعرف القدر القليل عن الزمالك كونه فريق كبير، ولم أكن أعرف أن مشجعي الزمالك بهذا القدر من الجنون في تشجيع الزمالك. وسأتحدث هنا عن المباراة النهائية، وقلت ذلك منذ دقيقتين. عندما نخرج من الممر ومن ممر غرف الملابس إلى الملعب، قلت يا إلهي لا يمكن أبدا أن نخسر اليوم. إذا خسرنا اليوم لا أعرف ماذا سيحدث. لا يمكن أبدا أن نخسر أمام هذه الجماهير الرائعة. لا يمكن أبدا أن نخطئ الهدف أبدا. لا يمكن أن نخسر. ومن هذه اللحظة أصبحت أكثر ثقة في تلك المباراة، ولذلك أصبحت سعيدا جدا أن كل أمر أتى إلينا. سجلنا مبكرا وحصلنا على الكأس. أصبحت زملكاوي دلوقتي؟ دائما، حتى النهاية.